صلاح محمد الهوني، متجوز، عندي ولد وبنت. وفي يوم 19/3 سنة 90، لما جيت أنا دخلت البيت ما قعدتش، جات جوزتي جابت لي الغداء، ضرب جرس البيت، طلعت أنا بحثت من الباب من العين السحرية ما شفتش حد كانوا موجودين منها. فتحت الباب ومسكوني، شرطوا لي القميص متاعي، طلعوني برا من الباب، لقيتهم 6 أنفار كلهم بكلاشينات مسدسات، نزلوني تحت من العمارة، هم يجروا فيها جر قدام الناس، والجوسي تم تصرخ تعيط شن فيه، ما عادش سمعت. أنا نزلت لقيت واخذين أخويا حاطين رهينة في السيارة، أخويا يقول لي شن فيه، قلت له ما في شيء، خلاص شوف الأولاد، شوف رد بالك من الحوش وخلاص. وأنا دخلوني المكتب تاع تحقيق، لقيت فيه جماعة يحقوا 2 و2 هذوم حاطينهم للضرب. لا تعرفي، كان أسألك ما تعرفيش تجاوبي من قوة الضرب ومن، وياخذوا معلومات اللي يبغوا منك، اسمك وكذا وش ندير وش كذا. قعدنا الفترة هذه لغاية الصبح، كانوا هم يحقوا معك، يجي من لاورة من وراك من هنا ويجي يضرب في الضربة، أنت تقضي ثواني ما تشوفوش اللي حقق معك، وهم يريدوا يديرينها بمزح يعني بمسخرة، ويقول لك ريحة يعني ريحة أنا أضربه، تقول لي خلاص هذا، أنت تقول لي ريحني معناها خلاص، قال لك ريح معناها أضرب الشخص، والضرب بالكف وبالبون يعني. وأثناء التحقيق هذا اللي يخش بوسليم إلا من يطلع ربه ما يطلعش حد تاني. كان يوم جمعة، نتذكر إنه يوم جمعة، جانا الفطور وجانا الغداء، أنا في قاطع 3، الحادثة صارت في قاطع 4، حجرة 9، خشوا القضاء 4، نسمعوا في الأصوات ونسمعوا في الهرجة، مشكلة كبيرة، قعدنا ننتظر شو فيه، مش خاطر علينا أن في ناس طلعوا على الحرس. بعد نص ساعة تقريبا من مش عارفين شيء، عرفنا أن فيه مشكلة، بعدين فتح علينا القاطع، فتحوه السجناء وفتحوا علينا الأبواب، كسروا الأكفار. فهذه أول مرة نشوف بعضنا كسجناء، القاطع رقم 4 يشوف القاطع 3، القاطع رقم 5 يشوف القاطع 3 و5 و6، وشفنا بعضنا. بعدين عرفنا ان في تمرد، في مش تمرد، هم ناس كانوا عايشين عيشة الموت البطيء. فنحن ما قعدناش بعد ما الفجر ساعة ونص تقريبا، لين سمعنا احنا السيرينات والرصاص، فعرفنا ان فيه تصفية جماعية. فكلمنا واحد شخص من ضمن العسكرية اللي قاعدين غادي، قال ما حد يتحرك خير ما انتوا كلكم حتضيعوا، سلموا احكامكم لله وثبتوا في مكانكم. بعد 3 أيام ونحن قاعدين في الحجرة، حطونا بعد ما حولونا من الحجرة الكبيرة، قعدنا في حجرة، كل واحد في حجرة، كل مجموعة في حجرة قصدي، شمينا رايحة من الحجرة، أقسم بالله العظيم 3 شموها جماعة كلهم رايحة متاع الموت هذه. بعدها بشوية جابوا السيارة اللي تبخ بالنافتة، ودي بخوا في المنطقة هذه كلها، خشت علينا النافتة، عندك اللي قعدنا نكموا في عيوننا، من كان ندمع على عيوننا منه، فالريحة متاع الناس الموتى هذه طلعت علينا منه. جوني أسرتي زيارة قبل نطلع بشهرين 3 بعد 12 سنة، ما قلت لك صلح الحبس ويبي يصلحوا الوضع بعد الكارثة هذه متاع المصدر هذه، اسمحوا لنا بزيارة. فدروا لنا في سجن اسمه عين زارة، شلونا من بوسليم لعين زارة، شوفوني أقاربي وأولادي. ومرة جتني زيارة فيها دبش، حط لي فيها صورة أولادي وأولاد خويا، ما عرفتش بنتي من بنت خويا أو ابني من ابن خويا، هم الأربعة حاطينهم. إلا في آخر لحظة جابوا ضي، لقيت كاتبين لمية صلاح، كاتبين محمد صلاح، إنهم هم ضم ابنائي.